بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس الرابع من سلسلة دروس فقه السيرة النبوية لشيخنا الإمام الشهيد السعيد رحمه الله ورضي الله عنه، وذلك في فعاليات برنامج إعداد طالب علم مميز في مركز إحياء علوم الدين. تحدثنا في اللقاء الماضي عن مفاوضات قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام والعروض السخية التي قدمت له من ملك ومال وزواج وما يشاء، بشرط أن يكف عنهم وعن دينهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أبى ذلك كله، وأنه ما كان يطلب إلا الله والدار الآخرة، وأن هذا دليل من جملة الأدلة الكثيرة على نبوته، إذ لو كان طالب مال أو طالب سلطة أو طالب شهوة لبادر مباشرة. كذلك لم يقبل أن يأخذ منهم تلك العروض ثم ينقلب عليهم كما يفعل أهل السياسة، لأن الشريعة لا ليس فيها الغاية تسوغ الوسيلة، فأراد أن يدخل الناس في الإسلام عن قناعة لا أن يفرض عليهم من أعلى. كذلك تحدثنا في اللقاء الماضي عن تعنت قريش بطلب أنواع من المعجزات لا ليؤمنوا عليها، وبينا الحكمة في ذلك، وبينا تمسك العابثين بأمثال هذا من أجل أن يوهم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له معجزات حسية. الآن بعد أن عجزت قريش عن المفاوضات ووجدوا أنفسهم أمام طريق مسدود أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا دخلنا في مرحلة جديدة ألا وهي مرحلة الحصار الاقتصادي. وذلك أن كفار قريش أجمعوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكلموا في ذلك بني هاشم وبني المطلب، ولكنهم أبوا تسليمه. فلما عجزت قريش عن ذلك أجمعوا على منابذته ومنابذة من يقف معه حتى لو لم يكن مسلما. فكتبوا كتابا تعاقدوا فيه على أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يدعوا سبب من أسباب الرزق يصل إليهم، ولا يقبل منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلم بنو المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وعلقوا الكتاب في جوف الكعبة، والتزمت قريش بهذا تقريبا حوالي 3 سنوات، وفي بعض الروايات يقال لا بل هو هي سنتان. على كل حال هي مدة طويلة جدا، والحصار كان شديدا، وأبو لهب انضم إلى الفريق المطالبين بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أشد ما يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حتى إذا جاء التجار ليبيعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه البضائع كان بمواطأة منه وجماعته من قريش، كانوا يغالون عليهم في السعر بأرقام كبيرة حتى لا يشتري النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء من الطعام أو ما هو نافع لهم. ثم بعد ذلك يعني بعد أن اشتد الحصار عليهم كانوا يأكلون أوراق الشجر، بل أحدهم يقول يعني وجدت شيئا رطبا في بجانبي في الليل لا أعرف ما هو، فوضعته في 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 حلقي لا أدري إلى الآن ما هو، يعني لشدة الجوع الذي كان يمنعهم حتى من الحركة. بعد ذلك حصل يعني تلاوم من قريش، ويعني عند بعض عقلائهم كيف يكون هذا الأمر، كيف يعني هؤلاء من بني أرحامنا، كيف نفعل بهم ما نفعل، واتفقوا على أمر أن يعني
يأتي واحد من هؤلاء يتكلم ويفتح الموضوع ثم ينصره الآخرون، فالناس عند ذلك يعني تفاعلوا معهم. في الوقت ذاته النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله تعالى إليه أن الأرض قد أكلت كتابهم الذي كتبوه، فأخبر عمه أبا طالب وقال لهم ذلك، فذهبوا ليبحثوا عن الكتاب فوجدوا أن الكتاب قد أكلته الأرض فعلا، ولم يبق فيه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. هنا يعني انتهت مدة الحصار، وفيها كما نرى عدة أشياء: ثبات قريش على الشرك، أيضا وجدنا الحمية وهي حمية القربة، وهذه يمكن استغلالها للنفع. يعني ربما وجدت حمزة ابن عبد المطلب، وسيأتي إسلامه فيما بعد، كان سبب إسلامه الحمية حينما علم أن أبا جهل قد آذاه. هذه الحمية نوع من البدائية، يعني أنا من أجل أقربائي وأبناء عمومتي أدافع عنهم حتى وإن كنت خالفهم الرأي. الذي لا يعيش الأجواء العربية لا يفهم ما نقول، يعني نحن في بيئات عشائرية عشنا شيئا من هذا، وهناك أناس يخالفوننا في الرأي جدا، وربما يعني يطعنون في الفكر الذي نحمله صباح مساء، فإذا ما وصل الأمر إلى دائرتنا إلى أسمائنا الشخصية عند ذلك يعني يسكتون من أجل القربة، والعكس بالعكس أيضا لأناس آخرين. هذه القضية كانت سببا من الأسباب التي تمسك به أعداء الإسلام ولو كان من خيوط العنكبوت. انظر كيف تضامنت قريش، أو تضامن مشركو أو بعض مشركي قريش ولا سيما من بني هاشم مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه قضية عصبية دموية للدم يعني، وليست دينية وأشياء من هذا. لاحظ هذه مغالطة، أولا أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في النسب الجسدي كان أبو لهب، وكان يعني كان زعيما في الفجار الذين كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام ويغالون عليهم في هذا. ولكن الذي يفهم طبيعة العرب والأمم عموما يعني ليس العرب، يعني لا سيما في الأزمنة قبل التحضر العمران، العمران هذا فرق بين الناس، فكان هذا الاجتماع القبلي له وجوده، ويعني لا مانع أن يستفيد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه منه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يعينه أبو طالب في مثل هذا، وكان يدافع عنه، لذلك سنرى فيما بعد حينما فقد أبا طالب ما الذي حصل. أيضا يقف شيخنا رحمه الله، ويبدو أن القصة دي كانت ساخنة آنذاك بسبب وجود الشيوعية والماركسية، يعني أن هؤلاء كانوا في تحليل الشيوعيين لدين الإسلام يقول هو ثورة يسار اقتصادي متطور على يمين إقطاعي متخلف، وهؤلاء الجياع الذين ما كانوا يملكون شيئا أخذوا بزمام الأمور وقضوا على الأغنياء الإقطاعيين وتخلصوا منهم. هذا الحصار الاقتصادي ينقض دعواهم تماما. لماذا؟ لأن الفقراء قد ازداد فقرهم، بل الأغنياء جدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أوائل المهاجرين كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان ومصعب بن عمير، مصعب ذاته من أبناء الأغنياء جدا وأهله من المرفهين، وعثمان كان من الأغنياء، والصديق كان من الأغنياء. فهذا كلام باطل، يعني لو كان هؤلاء يبحثون عن لقمة العيش لا وقفوا مع قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام. بعد نلاحظ أن أيضا أن هؤلاء الناس يعني هذا الذي حصل استغله المشككون لأجل ما دليلهم في هذا، أن هذه الجماعة كانوا فقراء غالبا،
والأمر الثاني بعد ذلك فتحت عليهم الدنيا، إذا كان هدفهم هو فتح الدنيا، ما العلاقة بين هذا وهذا؟ يعني هذه مغالطة كبيرة جدا، ما العلاقة بين أن يفتح الله عليهم الدنيا بعد ذلك وبين كونهم فقراء؟ وقد أثبت في لقاء سابق، وليت الشيخ وقف عند هذا، أن كون الكثرة الكافرة حول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من الفقراء، هذا الأمر فيه نظر، ولو قام يعني لو قمنا بسرد أسماء المهاجرين الأوائل كبار الصحابة الذين عرفوا بعد ذلك المهاجرين لوجدنا أن أغلبهم كانوا من الأغنياء وليس من الفقراء. لنا وقفة أيضا مع هذا، وهي هذه التربية العظيمة التي أهل لها ذلك الجيل. الآن كثير من الناس يعني يعجبه النموذج الديمقراطي، وهو تداول السلطة وكل رئيس يقدم برنامجه، فإذا استطاع أن يشبع الناس وأن يلبي رغباتهم عند ذلك سيكون هو الرئيس ما دام يفعل هذا، فإذا ما قصر في يوم من الأيام فإنهم سينقلبون عليه ويبحثون عن رئيس آخر. لاحظ، وعندنا النماذج الآن في عالمنا اليوم، بعض الحكام نعم استطاعوا تلبية رغبات شعوبهم وأشبعوا بطونهم، لكن لما حصل بعض الضعف الاقتصادي انقلبوا عليهم. لماذا؟ لأنهم يبحثون عن شهواتهم لا يبحثون عن الحق. فماذا لو كان الإسلام على هذا الرهان؟ يعني أنه الإسلام هو الذي يستطيع أن يشبعك، فإذا لم تشبع فإذا أنت عليك أن تترك الإسلام وأن تبحث عن دين آخر. لاحظ التربية العنيفة التي لقيها هذا الجيل، جيل النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه، وكيف جعلهم هذا يعرفون قيمة الإيمان ويجوعون لله، فإذا ما شبعوا لم يكونوا من أهل البطر ولا من أهل الترف، وإذا ما ذهب المال عادوا إلى عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. هذا درس كبير، ولذلك قلنا إن الأربعة الخلفاء جميعا ممن كان في تلك الأيام، ممن كان في حصار الشعب، ممن أوذي ذلك الأذى، وبعضهم اضطر للهجرة الحبشة، يعني عانت هذه النخبة من المعاناة الشديدة جدا التي فرضتها عليها قريش ليؤهلوا لقيادة الأمة، يتمسكوا بالدين الصحيح في المنشط والمكره، في الجوع والشبع. بعد ذلك حصل أول هجرة في الإسلام، وهي الهجرة إلى الحبشة، حينما سمعوا أن فيها رجلا حاكما عادلا لا يضام من أتى إلى بلاده، وهو النجاشي. وهذا النجاشي كان يتكلم العربية على ما قرأته في بعض الكتب، وكان أيضا في شبابه الأول كان يعمل في هذه المناطق مكة وما حولها، يعني هو يعني يتكلم العربية ويعرف قريشا ويعرفونه، كان له يعني وجود في هذه المنطقة قبل أن يلي الحكم. فحينما ولي الحكم كانت له علاقات طيبة مع قريش، لكنه كان رجلا عادلا. لجأ إليه عدد من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعثمان بن عفان، وقلت هذا من الأغنياء، لكنه يعني اضطر من أجل للمحافظة على دينه أن يعني يهاجر ويتعب وكذا. كذلك أبو حذيفة، زبير بن عوام، مصعب بن عمير كما قلت أيضا من أولاد الأغنياء، عبد الرحمن بن عوف أيضا من الأغنياء جدا، وهكذا حتى اجتمع في أرض الحبشة 84 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقريش حينما رأت هذا أرسلت وفدا عليه عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، وقد كان مشركا، من أجل المفاوضات، وحصل بينهم الجدال المشهور، يعني طعنوا في دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسألهم النجاشي عن هذا الدين الذي فارقوا من أجل قومهم،
فقال جعفر رضي الله عنه وكان خطيبا مفوها: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرفه نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. هنا النجاشي انشرح صدره لهم وأقرهم بعد ذلك، وبكى وقال لهم إن هذا الذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. ثم يعني التفت إلى القرشيين الذين هم الوفد فقال: انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون، ولا يكادون يعني في أرضي. فكروا بمكيدة جديدة، قالوا: هؤلاء يتكلمون في مريم وفي عيسى. فحينما استدعاهم النجاشي قال لجعفر: ما تقول في عيسى وفي مريم؟ قال: هو عبد الله ورسوله، وعبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. ثم قال النجاشي: والله ما زاد عيسى، ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود، واخذ عودا بيده، يعني هما من مشكاة واحدة. نعم، ولذلك النجاشي أسلم واتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصلاة الغائب، وهذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. هنا في الهجرة إلى الحبشة وما حصل يوجد يعني دلائل وعظات. الأولى أن الدين والاستمساك به أساس ومصدر كل قوة، وهو السياج الذي يحفظ الحق، وهو المصلحة العليا. نعم، أهم من الوطن الذي تركه هؤلاء الكرام، وأهم من المال الذي يعني أهانوه في سبيل دينهم. فالدين هو المصلحة العليا التي من أجلها التي يجب على الإنسان أن يحافظ عليه. طبعا الهجرة من بلد إلى بلد أمر متعب وشاق جدا، حتى عاد الله تعالى بينه وبين الموت: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فإذا يعني الخروج من الأوطان قريب من الموت، فهو قسيم الموت هنا في هذه الآية. ومع هذا فهؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم من أجل دينهم هاجروا. أما حكم الهجرة فهذا معروف في الفقه، قد تكون واجبة، قد تكون مندوبة، قد تكون محرمة. واجبة إذا خشيت على دينك فيجب عليك أن تهاجر. محرمة إذا علمت أنك ستفتن في البلد الذي ستهاجر إليه وأن ما تركته كان أفضل. أو الجواز إذا كان يعني حسب المصالح، إذا كانت المصالح راجحة فيجوز لك يعني أن تهاجر. الأمر الثاني، الحقيقة العلاقة بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى وأنهما من مشكاة واحدة كما شهد بذلك النجاشي. أيضا هناك حكم فقهي، وهو جواز الاحتماء بغير المسلمين إذا دعت الحاجة إليه. يعني المسلم له أن يحتمي بالمسلمين، لأن هؤلاء حينما ذهبوا إلى النجاشي كان نصرانيا ولم يكن على دينهم، وأسلم بعد أن علم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في جوار بعض قريش، ويعني أيضا أبو طالب كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا بشرط أن لا يكون هناك إضرار بالدعوة، وأن تكون كلمة الله هي العليا. يعني ليس تهاجر الإنسان فيستغل ضعفك ويفرض عليك إملاءات معينة، لا، هذا ممنوع. الهجرة إلى الحبشة، ما الذي قطعها؟ لوقفة لطيفة لم يتعرض لها الشيخ هنا، لكن سأتعرض لها لأهميتها، وهي قصة الغرانيق. ما هي قصة الغرانيق؟ قصة الغرانيق بلفظها الموجود في كتب السير يعني باطلة، وقع فيها مع الأسف بعض المفسرين وبعض المحدثين، وهي لا تصح إسنادا ولا متنا. يعني هي القصة تزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في
الكعبة الشريفة، كان في مسجد الحرام، وكان يقرأ القرآن، وقرأ قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فيزعمون أن الشيطان ألقى في كلامه كلاما على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: تلك الأغرانيق الأولى واللائي يعني بركتهن ترتجى، والشيء من هذا يعني الأصنام. فسجد النبي عليه الصلاة والسلام لله، وسجد معه الصحابة، والمشركون سجدوا لأصنامهم بعين واحد. هذه القصة التي هي خرافة وخزعبلات، كما يقول القاضي عياض رحمه الله، يقول: ولا شك أن مغفلي لا يقول لا شك أن شياطين الإنس والجن أوحوا بهذه القصة إلى المغفلين من المحدثين والمفسرين، فهي ليست من وحي الله تعالى ولا من وحي الشيطان، بل الشيطان أوحاها إلى هؤلاء فأدخلوها في كتبنا. حدث عظيم مثل هذا الحدث، وأن المسلمين سجدوا لله تعالى، وهل يمكن أن يكون المشركون قد سجدوا لكن ليس للأصنام، إنما سجدوا لله تعالى حينما انبهروا بإعجاز القرآن الكريم؟ هذا أمر وارد، يعني رأوا ذلك الإعجاز، فما استطاع الواحد منهم أن يملك نفسه وهو يفهم العربية، فتزلزل كيانه فسجد لله تعالى رب العالمين مرغما. قد يكون هذا وارد. لماذا أتيت بقصة الغرانيق هنا؟ لأن الخبر يقول إن الأمر وصل إلى أهل حبشة أن قريش أسلمت جميعا. طيب ما السر في إسلامي هو هذه قصة الغرانيق هذه؟ ما السر الذي جعلهم يحكمون بإسلامهم؟ يبدو رأوا الناس أن الناس سجدوا جميعا لله تعالى فقالوا أسلمت قريش وانتهى الأمر خاصة. وهذا ما يؤكد أن قصة الغرانيق أصل القصة ربما يكون له أصل، لكن ليس كما قال هؤلاء الناس بأن الشيطان أوحى على لسان النبي، هذا خرافة. هذه إنما حصل حدث كبير جدا، ربما سجد المشركون مع المسلمين لله رب العالمين، فظن الناقل أنهم أسلموا فأرسل الخبر إلى حبشة، خاصة أن جدة قريبة من مكة وهي ميناء، والحبشة أيضا يعني على الشاطئ الثاني حينما يتجاوز البحر الأحمر. فوصل الخبر إلى المسافرين فظنوا أن قريش أسلمت فعادوا إلى بلادهم، وحينما علموا بهذا دخلوا في جوار الكافرين ليستطيعوا دخول البلد، فعادوا إلى مكة. الآن هنا شاع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة بعد أن أسلم النجاشي وتجاوز الأمر البحار، وهنا جاء 34 رجلا من نصارى الحبشة، جاءوا إلى مع جعفر ابن أبي طالب لدعوته إلى مكة، يعني سمعوا بهذا النبي فأرادوا أن يعرفوا وفزاروا النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا قدوما مع جعفر حينما جاءوا، هذا أول وفد يفد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلسوا النبي عليه الصلاة والسلام وطلعوا على صفاته وأحواله وسمعوا القرآن فآمنوا جميعا. فلما علم أبو جهل قبحه الله أقبل إليهم قائلا: ما رأينا ركبا أحمق منكم، أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا النبي هذا الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتوا دينكم وصدقتموه؟ فقالوا: سلام عليكم، لا نجاهلكم. وفي هذا القرآن ذكر هذه الحادثة وخلدها، فقال: الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين ويدرؤون أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يعني مرة للإسلام ومرة للنصرانية السابقة، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة، الرد الجميل على أبي جهل، ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا له عبر وعظات، وهذا الوفد يعني الشيخ وقف عند أمرين. الأول قال: في قدوم هذا الوفد إلى مكة للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعرف على الإسلام،
دلالة باهرة على أن ما قد يلاقيه أرباب الدعوة الإسلامية في طريقه من الآلام والمصاعب لا يعني بحال الخيبة أو الإخفاق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم ييأس وبقي يدعو إلى الله تعالى، وإذا كان قريش لم تستجب فيعني أرسل الله تعالى له من يستجيب، وهذا الوفد الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا سفراء يبلغون أمر الله تعالى. الأمر الثاني، ما هو الإيمان الذي آمن به هؤلاء هذا الوفد؟ هو التأكيد على الإيمان السابق، أن ما جاء به عيسى وما جاء به موسى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو من مشكات واحدة. إذا ما أدخل في النصرانية من بدع كالتثليث ونحوه كل ذلك لم يأتي به الشرع، فهؤلاء على الديانة النصرانية النظيفة، فحينما سمع بالإسلام يعني وراء الإسلام لم يمنح هذا من اتباعه. بعد ذلك حصل حدث عظيم جدا وهو عام الحزن، يعني لعلنا نرجي الحديث عنه قليلا حفاظا على صوتنا حتى لا يذهب. فدرسنا القادم إن شاء الله سيبدأ من هذا، من عند عام الحزن. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. من عنده سؤال فيمكن